طب تحقق اهدافك او ما تحققش، معنا من السويد الكابتن امير توفيق لا مدير استناني بقى، التعاقدات في النادي الاهلي. معنى انه رد عليك انك ستنفرد بشيء دلوقتي. اعتقد يعني انا كده بين اتنين، خبير الصفقات التاريخي وامير توفيق، يعني ما احنا متفقين ما يتكلمش الا اذا كان في شيء يتقال. فاذا اتكلم ورد عليا يبقى مساء الخير يا كابتن امير. مساء الفل يا ابراهيم، باشمهندس عدلي، مساء الفل. اتفائل يا امير. ها ان شاء الله ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. طيب تمام، طمنا يا امير، انت سافرت لانجاز مهمه التعاقد مع الفلسطيني وسام ابو علي. طمنا وطمن جماهير الاهلي على ما تم انجازه في هذا المسار. الامور ايجابيه الحمد لله. احنا الموضوع وسام بشكل كبير يعني اللي اشتغلوا فيه كتير قوي، لازم الموضوع يبان للناس اللي احنا شغالين نظام مؤسسي في النادي وفي شركه الكوره. الموضوع تم ترشيحه من اداره الاسكاوتنج عندنا في الشركه، وتم عرضه على الاداره وعلى مجلس اداره شركه الكوره. بقول لك ايه، خش لي في المهم. خلص. لا بلاش، واحده واحده، لازم ده من الاول. لا لا لا، لازم نشوقك شويه. لا لا، قول الاجراءات بعد ما تديني النتائج. الدنيا كويسه الحمد لله، الدنيا ايجابيه، ان خلصنا مع النادي كل حاجه الحمد لله خلاص. طيب تمام، مبروك يا امير. الحمد لله ايجابيه. سيبني انا بقى ادي لك حقك بصراحه. انا مش عايزك تتكلم، لان امير واداره السكاوتنج هاني رمزي واللي معاه عملوا دور عظيم جدا في الملف ده، ملفات اخرى. خلاص انا اديته لقب امير الصفقات. لا، ما هو لازم ياخد حقه، لان الناس الحقيقه احيانا بتظلم الناس اللي في الصوره، اللي بتنفذ. أيوة. ما يعرفوش كواليس كتيره جدا جدا. طب جدا، خلينا قول اللي انت عايزه بقى امير، ودينا ما هو الجديد الذي تريد ان تضيفه. لا انا بس احب اوضح زي ما قلت لحضرتك يا باشمهندس ابراهيم، ان احنا الخطوه بدات من لجنه السكاوتنج لاداره الشركه لمجلس اداره الشركه، بعد كده مع الكابتن خطيب ولجنه التخطيط. تم الموافقه على وسام ابو علي من ناحيه فنيه مع مارسيل كولر، وبدانا نشتغل في الموضوع ده يا باشمهندس لو حضرتك فاكر من اخر نوفمبر او من نص الثاني من نوفمبر. وكان اشتغلنا مع وسام بشكل كويس جدا، وبعتنا له فيديوهات وحاجات عن الاهلي وعن النادي. وعارف ان وسام يعتبر دنماركي، يعني هو دنماركي طول عمره، معاه اصوله فلسطينيه. اشتغلنا بان هو عمل باسبور فلسطيني يوم 12/12، فطبعا دي حاجه اتعملت عشان يبقى قيد يبقى مظبوط مع ما ينفع قيد كلاعب مصري مع النادي الاهلي يعني. وفي الاخر الخطوه اللي بعد كده بدانا نتعاقد مع النادي، والحمد لله النهارده لسه ما فيش من ساعتين وقعنا مع النادي الحمد لله كل حاجه. وسام دلوقتي ان شاء الله في خلال الايام القادمه ان شاء الله يرجع مصر عشان الكشف الطبي، ونكشف عليه طبي، وبعد الكشف ان شاء الله باذن الله الدنيا تكون مستقره ونتحرك بعدها يبقى رسمي ان شاء الله في الاهلي يعني. تمام، اذا اللاعب والنادي اتمت اجراءاتهم الحمد لله. الحمد لله الدنيا كويسه الحمد لله. طبيا ان شاء الله يبقى الموضوع سليم وكل حاجه كويسه زي ما بنعمل مع كل الصفقات بتاعتنا كلها، يبقى الامور بعدها ان شاء الله تبقى خلصانه 100%. انت جاي امتى يا امير؟ في اليومين الجايين اعتقد، ممكن ان اجي انا بكره او بعد بكره. وكده كده وسام بقى لسه عنده شويه حاجات يخلصها هنا الاول، لما يخلص هيجي ان شاء الله. طيب هتيجي هترتاح نص يوم وهتاخد اجازه زي ما انت عايز بعد ما نخلص باقي الامور باذن الله. بالظبط. لا لا، جاي ان شاء الله، جاي ان شاء الله باذن الله. هو هل وسام عمل كشف طبي عندك ولا هيجي يعمل في القاهره فقط؟ يعمل في مصر طبعا، يعمل في مصر. بس احنا دايما اي طبيعي في اي تعاقد بنعملها يا ابراهيم بنطلب تقرير النادي اللي قبل اللي هو السابق عن اي لعيب، دي حاجه معروفه يعني. تمام، احنا خدنا تقرير طبي من النادي وبنعمل الكشف بتاعنا بقى لما يجي مصر ان شاء الله بالسلامه. ان شاء الله. بتقول ان انت هتيجي وهو هيلحق بيك بعد كده ولا جاي معاك؟ لسه والله بنتكلم فيها دلوقتي حسب ظروفه هو عامله ازاي وظروفه احنا ماشيه ازاي، ان هو عنده حاجه كده خلاص في السويد دنمارك، فلما يخلصها كلها نشوف ممكن يعني هتبان لسه النهارده وبكره الصبح. تمام. أمير اشكرك على الهوا. سيبني بس اشكره الاول على الهوا واقول للناس تعب كتير لان بيشتغل في الملف ده وحاجات تانية ربنا وفقه فيها، وهشكرك واقفل عشان اعرف اتكلم عنك كويس. شكرا جدا. شكرا جزيلا كابتن امير توفيق مدير التعاقدات في النادي الاهلي.
واللي اعتقد يعني نقل لكل جماهير النادي الاهلي هذه الرساله المطمئنه انه الحمد لله قدر ينجز شق التعاقد مع النادي السويدي ومع اللاعب وسام البعاد.